مامي انت كده مش بتلعبي معايا. ليه يا حبيبي وانا قاعده معاك اهو؟ ايوه بس انت مش بتلعبي. المفروض انت هالك وانا سبايدر مان. فين هالك بتاعك؟ اهو يلا مامي ده باتمان. دوري معايا على هالك. تمارا مامي راحت فين؟ ثانية واحدة حبيبي وجاية لك. تمارا اطلعي برا. تمارا مش عايزة اسمع منك ولا كلمة. لا هتسمعيني عشان انت الوحيدة اللي فارق معايا ان هي تفهمني. مش هصدقك اي حاجة تقوليها. مش هصدقك. مش لازم تصدقيني دلوقتي بس هتصدقيني بعدين والايام هتثبت لك ان انا مظلومة. اللي انت شفتيه في الصورة معايا ده يبقى اخو صاحبك اللي قتل بابي. ما كانش صاحبي عشان كده اخوه بيساعدني عشان نعرف ايه اللي حصل. في حاجة غلط. انت لسه عايزة تكذبي ومستنيني اسمع كلام فاضي ده؟ ايه ده؟ ما تعملي انت عايزة تعمليه بعيد عني. عايزة مني انا ايه؟ وجاي تحكي لي قصص وهمية عشان اصدقك؟ اه هتصدقيني وبعدين هتسامحيني. انا مستحمله انك بتزعقي فيا وبتعامليني معامله وحشه عشان عارفه انك في الاخر هتتاكدي ان انا مظلومه. تمارا الكلام اللي انا هقوله لك ده ما حدش في البيت ده يعرفه ولا نادر ولا نادين ولا اي حد. اللي انت شفتيه معايا في الصوره ده بيساعدني عشان احنا متاكدين ان في حاجه غلط. انا ما خنتش باباكي. في حاجه ورا الحادثه اللي حصلت بنحاول نعرفها. اه معيش دليل دلوقتي بس هيبقى معايا قريب جدا. احنا قربنا نوصل للحقيقه وساعتها هثبت للناس كلها وليكي اني ما كنتش خاينه.